much. لمريم رجب والآخرين من الجيد أن أراكم هنا جميعا مرة أخرى. هذه مرحلة حرجة في تاريخ إيران وفي تاريخ العالم الذي يتعامل مع إيران. أعتقد أن النقطة المركزية التي يجب أن نركز عليها هي أن النظام الملالي وسلطته في إيران تدعمه والسلاح أهم شيء يبقيهم على كرسي الحكم هو الدعم الذي يحصل عليه هذا النظام من الدول الغربية من العالم. لا أحد منا غير مذنب، بعضنا مذنب أكثر من الآخرين، ولكن الطريقة الحقيقية لتغيير ما يحدث داخل إيران هي ليست من خلال تقديم مساعدة أكبر لإيران. لا يمكننا أن نعطيهم خطوط نجاة أخرى، بل يجب أن نقطع عنهم خطوط الإمدادات، ولابد أن نستمع أكثر إلى صوت الناس. لابد أن يكون هناك تواصل جيد بين لابد أن تنقطع طرق التواصل بين هذا النظام والعالم، لأن ملف إيران النووي في 2015 كان اتفاقا سيئا لم يتحسن مع الوقت ولن يتحسن مع الوقت. إن فكرة أن شخصا ما قد يكون قادر على إعادة الولايات المتحدة لهذا الدين هذا شيء في مركز اهتمامات واشنطن، هذا وهم. أريد أن أوضح للجميع أنه حتى لو ذهبت الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر ووقعت على اتفاق، سوف يكون هناك انتخابات في أمريكا في العام القادم على الرئاسة. لا يوجد هناك أي مرشح جمهوري، لا يوجد مرشح واحد حزب جمهوري سوف ينسحب من يذهب الى الاتفاق النووي ويتكرر ما حصل في الماضي. لذلك لا تصدقوا ما يشاع في الاعلام. اعلم ان هذا الاتفاق سوف يكون عمره قصير او اتفاق قليل. لذلك العوده الى اتفاق الى الاتفاق في العام 2015 هو اتفاق غير قابل للحياه، هي عوده غير قابل للحياه ولن تعيش كثير. هناك العقوبات التي وضعت من خلال امريكا على النظام الايراني من عام 2018، كل هذا يؤثر على نظام الملالي في إيران. يحاولون استخدام أي مزايا يحصلون عليها من الاتفاقات ليس لمصلحة الشعب الإيراني بل ولكن لتطوير مشاريعهم الصاروخية وبرامجهم النووية واستخدام القوة ضد شعوبهم. أستطيع أن أمضي ساعات هنا إذا كان لديكم الوقت لأخبركم ما هو الخلل في الاتفاق النووي الذي وقع في 2015. هو قوى مشروع إيران النووي، وهو مشكلته ليس فقط أنه لم يغطي كل الجوانب البرنامج النووي في إيران، وأنه ليس هناك مشرفين دوليين يعلمون ما الذي يخطط له هذا النظام. المشكلة في عودة إلى النظام هي أن كل فائدة سيحققها النظام هي فائدة لا يجب أن يحصل عليها. الآن هناك الصين هي أحد أهم وأكبر من يشتري النفط الإيراني، لذلك فيجب أن نركز على منع هذا الامتياز الإحصائي الإيراني من الصين. هناك منذ 9 أشهر الآن إن معارضة النظام عبر هذه المسيرات المستمرة منذ 9 أشهر تثبت أن هذا النظام أضعف من أي وقت مضى، وأن نتيجة هذه المظاهرات أن العالم في الخارج لابد أن يتحد ويساعد المتظاهرين في إيران ويستغل الفرصة لإسقاط هذا النظام في إيران. لأنه كل ما يمكننا أن نقوله أن كل أشكال المقاومة داخل إيران اليوم هناك حقيقة مركزية واحدة، أنه كل جنرال وعقيد في الجيش الإيراني والحرس الثوري كلهم لديهم أمهات وأخوات وبنات وزوجات
وكل ليلة عندما يعودون إلى البيت يسمعون من أحد ما من نساء عائلاتهم ما يؤمن به هؤلاء الأفراد من العائلة بهذا النظام. هذه المظاهرات في الماضي إنهن تهديد أيديولوجي حقيقي إلى الشرعية التي يتصنعها هذا النظام الذراعي الأصولية. لذلك المجلس الوطني المركزي للمقاومة يثبت أن هذا النظام نظام ضعيف جدا. ولذلك في هذه اللحظة لحظة الضعف علينا أن نمارس ضغطا أكبر عليه ونضعف هذه الحكومة. الحكومات في العالم الحكومات الصغيرة والحكومات الكبيرة أيضا عليها تمارس هذا الضغط. كان هناك هجوم سبراني كبير على حكومة ألبانيا لتضغط على هذه الحكومة لتضغط على المجلس المركزي وللمقاومة الذين يعيشون هناك. ألبانيا دولة صغيرة وحكومتها حكومة صغيرة. هكذا يعمل الإيرانيون. هذا يتعاملون مع حكومات صغيرة يظنون أنهم بإمكانهم الإفلات من العقاب. ثم يضغطون على بلجيكا للإفراج عن دبلوماسي. حاول تفجير نفس هذا المسيرة قبل سنوات. خطأ كبير أنه تم منحه ما يريدون. الآن في هذه الدولة منظمو هذا الحدث احتاجوا إلى ذهاب إلى المحكمة ليحصلوا على حماية لحقهم الحقيقي في تنظيم مظاهرة. وحتى نتمكن من رؤيتكم هنا جميعا لأن الحكومة هنا تخاف من ما يمكن لنظام آية الله أن يفعله. وفي دولتي في بلدي آية الله أطلق أو نفذ محاولات اغتيالات ضد الرؤساء وأعضاء سابقين في الحكومات الأمريكية. بإمكانكم تتبع ذلك في مواقع الحكومة الأمريكية. هذا ما يفعلونه بأمريكا أقوى دولة في العالم. وما الذي تفعله حكومتنا؟ حكومتنا تستمر في التفاوض معهم لنعود للاتفاق النووي لعام 2015. هذا هو الدعم الذي يعطيه الخارج لنظام آيات الله حتى يتمكن من مواصلة وضع كل ضغط لديه علينا وعلى أبنائه. الآن الجميع في الخارج المجلس المركزي للمقاومة مجاهدي خلق كلهم متحدون. وأنهم لو أنهم تنظيمات صغيرة ولا إذا أثر كبير لماذا تسعى الحكومة في إيران للضغط عليهم وتهاجمهم دائما لأنها لا تريد أصواتهم أن تسمع؟ أعتقد أن الحكومة في طهران تعطي أكثر أدلة واضحة ودامغة على أهمية دور المعارضة الإيرانية ومجاهدي خلق المجلس المركزي للمقاومة. هناك تطور مهم وهو أريد أن أكون حاضرا فيما سأقوله. ولكن هناك تقارير تقول وقد أكدتها وزارة الخارجية أن كبير المفاوضين الأمريكيين مع إيران حرم من قوى من الأمن الخاص به وأنه الآن تحت التحقيق في وزارة الخارجية. لا نعلم كثير من التفاصيل حول هذا. لقد حاولت التذكر وتاريخ المسألة. هل حصل سابقا أن دبلوماسيا كبيرا في الولايات المتحدة بهذا الحجم وجد نفسه في نفس الموقف؟ لم أجد أي شخص آخر. لذلك ما نسمعه الآن وما سمعه من السفير مارك ولس ومن كل المؤسسات ضد إيران النووية كلهم يدعون إلى تحقيقات مهمة في الإدارة الأمريكية لنعرف ما الذي يحدث وعن احتمالية أن تكون هناك مشاكل كبيرة. ولكني هناك مخاطبات رسمية تبحث عن تفاصيل كيف تم سحب الجهاز الأمني منه.
هذا شيء مهم ولا بد أن يستفيق الشعب الأمريكي على ما يحدث. أن النظام أن الحقيقة أنك عندما تفاوض نظام آية الله فإنك تؤذي نفسك وتؤذي أفرادك. نحن بشكل غير مباشر نقوي نظام آية الله وحان الوقت للتغيير بنسبة 180 درجة. سأترككم الآن بما أعتقد أنه الحل الوحيد لهذا الصراع. وقد قلتها في عام 2020 في أول مرة تشرفت بمخاطبتكم في باريس أيضا في يوم سبت. هناك أرضية واحدة للشرعية في العالم اليوم. إبراهيم لينكولن قالها لنا أن إيران تستحقها. هي حكومة إيران تستحق حكومة شعب تعمل من أجل الشعب يشكلها الشعب.